استعمال الفيديو في التسويق يعد من أفضل الطرق اللي ممكن شركتك تستخدمها. لما جمهورك يشوف الموظفين اللي بيشتغلوا في الشركة عندك، أو يشوفوا صورتك ووجهك، يسمعوا كلامك، يسمعوا منطقك، يسمعوا طريقتك، يشوفوا تجربة العمل معك بعينهم من خلال الفيديو. هذا الشيء بيساعد شركتك إنها تنهض وتتطور بشكل كبير جدا، لأنه باختصار الفيديو هو عبارة عن توثيق أو تلخيص للحظة أنت قدمت فيها معلومة قيمة جدا عن شغلك وعن طريقة عملك. ونفس الوقت هذا الفيديو ممكن يعيش إلى الأبد، ولكن في أنواع للفيديوهات لابد إنه شركتك إذا بدك تأخذها من ناحية تسويقية تتأكد إنها موجودة فيها. النوع الأول من الفيديوهات نسميه lead generation video، أو الفيديو اللي الهدف منه إنه يجمع database، يجمع بيانات لعملاء محتملين بحيث إنه يقدم لهم معلومات عن الخدمة أو الشركة اللي عندك. النوع الثاني من الفيديوهات بسميه sales video، هو فيديو الهدف منه مثل اسمه تحقيق مبيعات، الهدف منه إنه يقدم معلومة عن منتج ويطلب أو يحث الجمهور على التواصل لطلب الخدمة. والنوع الثالث من الفيديو بسميه VAM فيديو، أو Value Added Marketing Video، فيديو ذا قيمة مضافة بغض النظر عن النتيجة. يعني مثل هذا الفيديو مثلا بقدمه أنا الآن، يعتبر مزيج بين VAM فيديو، الفيديو اللي بضيف في قيمة ممكن لجمهور معين، وبنفس الوقت هو Lead Generation فيديو. أيضا ممكن فيديو هذا اللي بشوف هذا الفيديو يعجبه الفكرة ويقرر أنه يعرف أكثر، ويروح على الرابط تحت هذا الفيديو اوكي وسجل بياناته حتى يشوف فيديو برزنتيشن او فيديو توضيحي بشرح حاجه بنسميها رحله استقطاب العملاء، كاستمر اكوزيشن بروسيس، اللي بتساعد الشركات باختصار على انها ترفع مبيعاتها بشكل غير مسبوق من خلال استخدام التكنولوجيا والمحتوى.